مشاهد الكرام، بنرحب باحد الدارسين العسكريين المصريين هنا اللي بيدرس الزماله في كليه الحرب العليا. اهلا بيك يا فندم، صباح الخير. اهلا بيك، صباح الخير. نتعرف على سيادتك. عقيد اركان حرب ايهاب السيد الحداد، دارس بكليه الحرب العليا. الاستاذ العقيد ايهاب، بيتم ترشيحك ازاي لكليه الحرب العليا للحصول على درجه الزماله؟ طبعا دوره بتتم على مستوى القياده العامه للقوات المسلحه عن طريق التاهيل الاول، لازم يكون حاصل على ماجستير العلوم العسكريه، يعني اركان حرب. ليه اركان حرب؟ في كليه القاده واركان. تمام، بالظبط. وبعد كده فتره من فترات القياده داخل القوات المسلحه، وبالترقي رتبه العقيد بيبدا الاختيار للدارسين اللي هيوصلوا لكليه الحرب. تمام. اختيار قياده عامه. تمام. استاذ العقيد ايهاب، اكيد يعني اختبارات كثيره جدا ودورات كتيرة جدا، ويعني وتنافس شريف بين المرشحين من صغار أو متوسطي القادة في القوات المسلحة للحصول على درجة الزمالة هنا في كلية الحرب العليا، بتم إزاي؟ طبعا بداية في شروط لازم تنطبق على الدارس اللي هيلتحق بكلية الحرب العليا. الاختيار بواسطة القيادة العامة للقوات المسلحة، احد الشروط لازم يكون حاصل على ماجستير العلوم العسكريه اللي هي دوره اركان حرب. تمام. كليه القاده والاركان. تقدير طبعا لا يقل عن جيد جدا. تمام. فتره لا تقل عن 10 سنين من الحصول للدوره اللي هي ترقي رتبه العقيد. تمام. لازم يكون تقاريره طبعا مرضيه خلال فتره تولي الوظائف اللي هي بعد اركان حرب وحتى الترشيح للاكاديميه. تمام. بعد التاهيل الضابط لازم طبعا بيعد نفسه كويس جدا على المستوى الشخصي، علوم مدنيه وعلوم عسكريه، بيذاكر ويطلع علشان في اختبارات مواجهه، وطبعا قدر من التناسق واللياقه البدنيه. استاذ العقيد ايهاب، بقول لي بقى، يعني اكيد استفاده كبيره جدا يعني في مشوارك الوظيفي بعد حصولك على درجه الزماله هنا من كليه الحرب العليا. بالظبط. طبعا كليه الحرب العليا بتاهل الدارسين من كبار القاده والقوات المسلحه لتولي الوظائف القياديه ووظائف الاركان، ودي وظائف بتكون على المستوى التعبوي، يعني مستوى الجيوش الميدانيه ومستوى المناطق العسكريه، وبعد كده المستوى الاستراتيجي. علشان نأهل القادة بالشكل دوت، بيدرس طبعا علوم عسكرية مناسبة للمستوى اللي هيقوده، اللي هو المستوى التعبوي ومستوى الاستراتيجي، وطبعا قدر كبير جدا من العلوم المدنية، علوم استراتيجية وعلوم سياسية اقتصادية اجتماعية وآخرها، فيما يختص بمقومات الدولة الشاملة. قائد في القوات المسلحة لازم يكون قائد شامل، عنده دراية بما يدور حواليه على المستوى العالمي ومستوى الإقليمي ومستوى المحلي. روح التنافس التعقيدي ايهاب بينكم بقى. طبعا احنا عندنا احد مبادئ الاسلحه المشتركه التعاون، والتعاون عندنا في اطار روح الفريق اكتر من روح التنافس. بالظبط. بالظبط. فهو طبعا الاداء المهمه، تنميه روح الفريق مهمه جدا علشان نقدر نتعامل مع بعض، وخصوصا ان في دارسين من اسلحه مختلفه، مشاه مدرعات مدفعيه الى اخره، زائد وجود دول عربيه شقيقه الوافدين معاكم. بالظبط. ودول اخرى صديقه ووافدين من دول اجنبيه. طبعا علشان كلنا يكون في ارضيه مشتركه، لازم يكون روح الفريق هي اللي غالبه، والتنافس طبعا بيتم لازم يكون موجود على المستوى الفردي علشان كل واحد ياخد حقه يتميز. طبعا. انا بشكرك استاذ العقيد ايهاب، وان شاء الله نحضر معاكم التخرج باذن الله. بشكرك. انا بشكرك. مشاهدينا الكرام، بنحب نرحب بالعميد تامر ابو شادي، احد الدارسين هنا في كليه الدفاع الوطني للحصول على درجه الزماله. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. استاذ العميد تامر، قول لي الاستفاده هنا اللي بيستفيد بها الضابط هنا من خلال السنه الدراسيه اللي بتتم للحصول على درجه الزماله؟ هو في البدايه احنا بنستفيد من اول يوم وجودنا في الصرح العظيم ده، حسينا بالاستفاده. وجود العديد من الدول معانا حسينا بالاستفاده، الاختلاط مع المدنيين اللي موجودين معانا في الدوره من اول يوم حسينا بالاستفاده دي. بعد كده تقسيم الدوره نفسها وازاي ان احنا بندرس دراسات استراتيجيه. طب انت الدراسه يا استاذ العميد بتعمل هنا ايه؟ دراسات استراتيجيه، دراسات دوليه، دراسات اقليميه، بحث شخصي، مباراه دوليه، في لقاءات مع السادة رموز الدولة من السياسيين والاقتصاديين، لقاءات نقل خبرة، زيارات متعددة ميدانية للأماكن المتعددة في القوات المسلحة، زيارات. يعتبر الدراسة شاملة في جميع الاتجاهات. مشاهد كرام، زي ما احنا عارفين دورة الزمالة أو درجة الزمالة بتمنحها أكاديمية مصر العسكرية للدراسات العليا، بتشتمل على المدنيين والعسكريين، سواء عسكريين من داخل القوات المسلحه المصريه او من الدول الوافده الشقيقه والصديقه. احنا معانا بعض احد الضباط العسكريين من دوله السودان الشقيق هنا دارس في اكاديميه ناصر للحصول على درجه الزماله. صباح الخير يا فندم، متعرف على سيادتك. صباح النور. العميد الركن عبد الله مصطفى الياس من جمهوريه السودان. اهلا وسهلا بك يا فندم. مرحبا. في مصر بلدك الثاني. ارحب حبابك. قول يا فندم، يعني التحقت ازاي هنا باكاديميه ناصر العسكريه العليا؟ أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا تعد صرحا شامخا من الصروح الأكاديمية العسكرية على المستوى العالم، وهي طبعا مشهورة ومعروفة ومنوط بها تأهيل كبار القادة وكذلك تأهيل الشخصيات المدنية لتولي مناصب سياسية وقيادية. كلية الدفاع الوطني
بهذه الأكاديمية منوط بها تحقيق هذا الهدف والغاية السامية، والتي تنطبق عليها مقولة أن العلم يرفع هذه البلاد ويرفع الدول ويرفع ويعلم قاماتها. قول لفندم، التعاون هنا في المعاملة بين العسكريين والمدنيين هنا داخل الدورة بتاعتكم. تسمى هذه الدورة بدورة الزمالة، ومن منطلق هذا الاسم تصبح الزمالة والمودة والإخاء والتعارف والتجانس وطرح الأفكار والرؤى والتجارب الدول والمعرفة الاستراتيجية لتطبيق هذه المفاهيم والمعاني السامية في روح العمل الجماعي وروح الفريق. كم شهر فندم بتقضيه هنا في الأكاديمية؟ حوالي سنة كاملة ندرس فيها مراحل متعددة، تبدأ بدراسة الاستراتيجية، ثم دراسة المرحلة الدولية، ثم دراسة المرحلة الإقليمية، ثم ختام الدورة يكون بدراسة المباراة الاستراتيجية ومناقشة البحث الفني. عديدكم كم فندم دلوقتي في الدورة؟ حوالي 4 أشهر متواصلة. إيه الاستفادة فندم من خلال 4 شهور دول لسيادة؟ تم صقل التجارب والمعرفة من حيث تبادل الأفكار والرؤى، ومن المناقشات والمحاضرات القيمة التي قدمت بواسطة جهابزة العلم والمعرفة والثقافة والعلوم العسكرية والاستراتيجية من الجامعات المصرية والشخصيات المرموقة، بنقل التجارب بواسطة الخبراء من السفراء والملحقين العسكريين والوزراء الذين تفضلوا بتقديم محاضرات قيمة استفدنا منها فائدة عظيمة، طورنا تجربتنا الأكاديمية والعسكرية، ستنفعنا هذه الأفكار والرؤى في تطبيقها في بلدنا الحبيب. إن شاء الله لما ترجع السودان إن شاء الله بالسلامة فندم بعد انتهاء الدورة، تقولوا إيه للقادة بتوع سيادتك ومرؤوسيك من القيادات الأخرى؟ ثمرة التعاون والتجانس والتآلف بين الدولتين ثمرة دائما تعطي كشجرة طيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ستكون هذا هو عطاء للشعبين الكريمين الأصيلين اللذان يشربان من نيل واحد ويترعرعان بحب أديم واحد هو وادي النيل. أنا بشكرك فندم. شكرا جزيلا.